ما قلنا رجعنا الموضوع، انا معلش انا بطلع شويه عن الموضوع عشان بس ايه اقرب لك الموضوع شويه او اقرب لك الفكره. حاجه زي مايكروسوفت مثلا قالت لك والله انا هعمل شهاده بضمن ان الراجل دوت بيجيد استخدام البرامج اللي هو واخد سيرتيفيكيشن فيها. وكذلك الامر بالنسبه لسيسكو، سيسكو بتعمل راوترز وسويتشز والكلام ده كله، فبتقول لك والله انا هطلع لك شهاده بتضمن ان الراجل ده بيقدر يشتغل على راوترات وسويتشات سيسكو، تمام. ومن هنا جت موضوع السيرتيفيكيشن وجاء التعدد الواسع جدا في مجالات الانفورميشن تكنولوجي. طبعا يا جماعه مش عايز انبهك لنقطه، ان مهما كنت اي خريج دلوقتي محدش بيشتغل بشهادته. والله انا اعرف دكاتره خدت بالك بفضل الله اتخرجوا وتمام التمام وقاعدين، و واحد شيشه حاج سيد خدت بالك قاعدين على القهوه وتمام التمام، واعرف ناس مهندسين بسم الله ما شاء الله وزي الفل ومية مية، وطبعا ما بغلطش في المهندسين على راسي من فوق، بس طبعا مش فاهمين اي حاجة خدت بالك. وانا اتعرضت لحاجة زي كده، انا كنت بدرس المهندسين قبل كده، فمش عايز اقول لك مفيش اي خلفية معرفية عن الاي تي او انفورميشن تكنولوجي. فاصبح حضرتك ان شاء الله لو انت في كلية حاول تحط السيرتيفيكيشن بتاعت الاي تي لو انت عايز تكمل في المجال دوت في دماغك، ما تكتفيش باي شهادة هتاخدها ان شاء الله حتى لو كلية دفاع قسم مدفع رمضان، خدت بالك؟ ما تكتفيش بالشهاده اللي انت خدها، دور على الحاجات اللي بتديك سيرتيفيكيشن في مدفع رمضان وابدا خدها، تمام كده؟ عايزين بس ايه نبقى متفقين مع بعض في النقط اللي انا بقولها ديت، تمام؟ طيب طبعا واضح من كلامي ان الكلمه بتاعت اخونا ربنا يهديه بلد سيرتيفيكيشن صحيح، وهي فعلا بلدنا بقت بلد سيرتيفيكيشن صحيح. طيب طبعا انت فهمت من سياق كلامي ايه هي السيرتيفيكيشن صح كده، وعرفت ليه ابقى راجل سيرتيفيكيشن. هتقول لي ايه ده ما اعرفش ليه انت خدتني كده لا انا قلت لك ليه برضه تبقى راجل سيرتيفيكيشن، لان قلت لك ان الشهاده لوحدها مش كافيه جدا لحضرتك تشتغل دلوقتي. يعني نفترض حضرتك دلوقتي خريج هندسه خدت بالك، افتح كده الوسيط او افتح اسف وافتح اي مجله او اي مثلا جورنال او اي حاجه زي كده واقرا فيها اللي مطلوب ايه. دلوقتي هتلاقي كلمة مطلوب مهندس كمبيوتر دي بقت نادرة شوية او مش نادرة، يعني ممكن تلاقي مثلا مطلوب مهندس كمبيوتر مع مثلا حاجة زي الام سي اس اي مثلا او حاجة زي السي سي ان اي، خدت بالك؟ طبعا الناس اللي عايزة ناس عشان تشغلهم في مجال النتورك بيفترض على الاقل يكون معاه مثلا سي سي ان اي وام سي اس اي، خدت بالك؟ ومع ان دي سي سي ان اي حاجة وام سي اس اي حاجة تانية، ام سي اس اي مثلا حاجة تانية خالص او اي طبعا، خدت بالك؟ بس الناس هنا بتريح دماغها وعايزه راجل سوبر زي ما حضراتكم عارفين، عايزين راجل بتاع كله بيعرف يشتغل في كله في اي وقت في اي مكان في اي زمان، خدت بالك؟ فده للاسف حال الوضع بتاع الاي تي عندنا في مصر، عايزينك واحد بتفهم في كل حاجه، وده طبعا مستحيل، خدت بالك؟ ولو لقى حد بيفهم في كل حاجه تبص للراتب بتاعه تلاقيه مثلا راتب صغير جدا بالمقارنه باللي بيعمله، خدت بالك؟ وطبعا اعرف ناس كتير بالمنظر ده مدفونين بصراحة، بس سبحان الله يعني الأرزاق بإيد الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وما من دابة إلا على الله رزقها. فما تقلقش من حتة إن شاء الله الشغل، هتقول لي يا باشمهندس أنت بتتكلم كده وخلاص عشان أنت شغال وقاعد لا والله الموضوع مش موضوع كده، توكل على الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يكرمك، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا فعلا. والله العظيم يا جماعة لما ربنا بيكرمك وبتبدأ تشد حيلك وتوري ربنا إنك راجل، خدت بالك؟ وتوري ربنا إن أنا والله يا رب أنا بتعلم الكلام ده عشان اكفي نفسي او اكفي اهلي او اكفي زوجتي او اكفي عيالي او الكلام ده كله، ربنا سبحانه وتعالى بيبقى معاك، خدت بالك؟ واوعى تعتقد غير كده، اوعى حد يحبطك، اوعى حد يقول لك ايه ده الدنيا بايظه، خدت بالك؟ اوعى حد يقعد يقول لك مثلا ايه لا يا عم تعالى اقعد معانا على القهوه، سيبك من الكلام اللي بيتقال ده كله، سيرتيفيكيشن ايه واندستري ايه والكلام ده كله، لا طبعا، اوعى تسمع لكلام الناس المعطله دي. طبعا المعطله هي فرقه من فرق الضالة في العقيدة، بس أنا بعتبر في برضه فئة المعطلة اللي هي بتضلك عن الجد والاجتهاد والحياة العلمية، تمام. يبقى احنا كده عرفنا ليه أبقى راجل سيرتيفايد. من ضمن الأسباب برضه اللي تخليك راجل سيرتيفايد إنك تلاقي حاجة في السي في تقدر تكتبها، مش صح كده؟ بدل ما أنت مثلا مكتوب عندك في السي في والله أنا بقعد على قهوة خبيني، خدت بالك؟ وطبعا انا اسف على بعض الالفاظ اللي بتطلع مني، بس انا زي ما قلت لك انا من الناس اللي هي ايه في السوق، او انا من الناس اللي بتبقى موجوده في وسط
الناس، فمش هقعد اكلمك باسلوب وحيث ان اذ ربما من المحتمل ان يكون، لا طبعا هتلاقيني بقول لك بعض الجمل كده الدرجة على لسان كتير بتوع الاي تي. يعني مش هتلاقيني مثلا بقول لك كلمة اعمل داونلود، هقول لك لا بداولن، خدت بالك؟ مش هتلاقيني بقول لك اعمل ريستارت، هقول لك لا براستر، خدت بالك؟ مش هتلاقيني اقول لك مثلا اعمل لوج ان، هقول لك نلوج ان. هتلاقي كده بعض المصطلحات ايه الغريبة شوية، خدت بالك، اللي احنا واخدين عليها، فاستحملني شوية. ده بالنسبة للسيرتيفيكيشن وبالنسبة ليه ابقى راجل سيرتيفيكيشن، تمام؟ طيب الحاجة التانية، what is the kind of industry certification، يعني ايه هي انواع الاندستري سيرتيفيكيشن. دي طبعا ايه خليها اجلها شوية لحد ما نتكلم على النقطة اللي جاية دي. الباشمهندس اللي قدامنا ده زي ما احنا شايفين الدوائر اللي طالعه دي، قال يعني هو ايه قاعد عمال يفكر. هو في الحقيقه عنده حق، انا دلوقتي خلاص يا باشمهندس اقتنعت في كلامك وعايز اكمل في الاي تي، في مجال الاي تي كمجال من ضمن المجالات اللي انا ان شاء الله هبدا اكمل فيها طول عمري بعد كده. ابص الاقي نفسي دخلت في دوامه سيرتيفيكيشن، ابص الاقي نفسي طب انا عايز ابقى راجل بتاع سيستم اناليسيس، ولا عايز ابقى راجل بتاع كمبيوتر سيلز بيرسون، ولا عايز ابقى ويب ديفلوبر، ولا عايز ابقى ديسكتوب ببلايشر، ولا عايز ابقى كمبيوتر ايبوريتور، ولا سوفت وير انجينير، ولا كمبيوتر تكنيشن، ولا ابلكيشن بروجرامر، ولا تكنيكال. كفايه يا باشمهندس انت عملت لي صداع. لا ان شاء الله ما عملت لكش صداع. طبيعي جدا ان انا لازم افرش لك الفرشه العلميه دي كلها واقول لك قد ايه المجالات عندنا متنوعه في مجال الاي تي. انت عايز تبقى راجل بروجرامر، ولا راجل بتاع نتورك، ولا راجل بتاع ديزاين، ولا راجل بتاع ايه بالظبط؟ ما لازم تحدد هدفك، ولازم تبقى راجل عارف هدفك وعارف انت رايح فين. بمناسبة موضوع الاهداف ده يا جماعة، خدت بالك، عايز كده اقول لك كام حاجة كده على الماشي زي ما بيقولوا بالنسبة لموضوع تحديد الاهداف. طبعا تحديد الاهداف ده يا جماعة يعتبر جزء من مشروع كبير جدا، وهو بعنوان التخطيط. ازاي تخطط، ازاي تخطط، تمام؟ عشان اخطط يا جماعة، خدت بالك، عشان اخطط لحاجة، نفترض مثلا عايز شهادة معينة في شهادات الاي تي عايز اخطط لها، لازم اول حاجة يا جماعة يبقى عندي توافر للمعلومات، عندي معلومات عن الشهادة ديت، خدت بالك، وعندي ايه هي الشهادة دي عبارة عن ايه وهكذا. تاني حاجة يبقى عندي امتلاك للقدرة والخبرة في الحاجة، يعني لازم يبقى عندي قدرة، ولازم اصمم كده من جوايا ان انا ابقى راجل ان شاء الله هبقى كذا، خدت بالك، ولازم طبعا يبقى عندي الخبرة عشان اقدر احقق ازاي هبقى كذا ديت، والخبرة دي طبعا بتيجي بعد كده. تالت حاجة لازم تحدد هدفك، وموضوع الهدف ده يا جماعة من الحاجات المهمة جدا. خلي بالك في بعض الناس اهدافها سبحان الله يعني اهداف خايبة، تقول له مثلا انت